اي معكم سباركلابتك، وعم بعمل لكم هلا فيديو اضافه تكمله اللي صورته امبارح، وان شاء الله كل يوم حاعمل مثل فيديو جديد اللي حسيه سميهم يوميات، مش مثل اليوميات اللي كانوا من قبل. ان شاء الله شوي شوي بنرجع نوصل لهي المرحله، بس لانه ما في كل ما نزل فيديو جديد سميه تطورات. الفيديو تاع امبارح كان تطورات لحتى اعمل لكم ابديت شو اللي عم بصير بريجن 2، وهلا يعني بصراحه كثير انا انبسطت بالتعليقات اللي انتم بعتوا لي اياها، فرحان كثير بكل شيء انتم قلتوا لي، بتشكركم كلكم واحد واحد على كل اللي بعتنا تعليق، على عملنا لايك للناس اللي عملوا لنا سبسكرايب عن جديد، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، وان شاء الله دائما بنضل مع بعض بهالطريقه بنتواصل. اجاني كثير اسئله من امبارح من وقت ما انا عملت لهذا الفيديو. اهم سؤال انطرح هو ليش رحت انا عملت فيديوز باللغه الانجليزيه، وليش ضليت عم بعمل فيديوز باللغه الانجليزيه مع انه ما كان عم بيأدي هذا الشيء لنجاح، وما كان في كثير مشاهدين عم بيجوا على القناه. الجواب البسيط على هذا الموضوع هو انه بالحياة الانسان لازم يجرب كتير قصص. نحن اول شيء بلشنا باللغة العربية وانبسطنا كتير وعملنا كتير اكسبرمنتيشن بهذا الموضوع، وبعدين لقينا حالنا انه خلينا نحاول نعمل باللغة الانجليزية، نتقدم شوي، نصير نكتشف عالم جديد، نتعرف على ناس جديد بعالم الفيديو جيمز. فمشان هيك ضلينا باللغة الانجليزية، ليش ما وقفناها مع انه واضح انه ما كان كتير عم جيب نتيجة اللي نحن كان بدنا اياها؟ لأنه مثل كل مشروع بتعملوه في أمرار ما فيكن فجأة تلاقوا حالكم بمرحلة أنه بلشوا شيء فجأة توقفوها. لازم الواحد يضل يجرب ويضل يجرب ويجرب. وقت توصل لمرحلة الاختبار لفترة شوي هيك صعبة، وقت بصيب في وقف وقول أوكي طيب نحن حاولنا باللغة الإنجليزية ما مش الحال، حنرجع للغة العربية، بس ما يعني حقطع الفقرات اللي حاملها باللغة الإنجليزية. حيضل في كتير قصص معقول نعملها، يمكن يكون في مراجعات بالإنجليزية، حيكون يمكن يكون في كم مقابلة نعملها مع ناس تكون باللغة الإنجليزية. رح حاول قد ما في يعني بقدر الممكن ترجم لكم يوم الفيديوز إن شاء الله، بس إجمالا ما حنلغي اللغة الإنجليزية، رح نتركها بس رح نركز نرجع على اللغة العربية، وبالأخص فقرات اللي أنا فيه اتواصل معكم فيها وهي باللغة العربية. فإذا ومثل ما كان في عنا كمان مشجع لأنه كان عم بيطلب أنه إن شاء الله ترجع اليوميات، أنا بوعدكم اليوميات رح ترجع. هذا يمكن فينا نعتبره من أول فيديو لليوميات. شوي شوي بنرجع على النمط اللي كنا عليه، بصير خبركم كل شيء عم بصير بعالم الفيديو جيمز، وهيك بصير أنتم عندكم أفكار، بركي في عندكم خبريات أنتم ما معكم خبر فيها، بصير فيكم تعرفوها بتخبرونا عنها، ويمكن أنا أكون عم بقلكم عن شيء أنتم قريتوه أو حضرتوه من قبل، وهيك بصير بنتواصل مع بعض. بداية أهم موضوع اليوم بدي أحكي عنه هو Gamescom. مثل ما أنتوا بتعرفوا Gamescom أول نهار كان اليوم، وكان في مثل حفل Press Event عاملينه للبلاي ستيشن، وكان في Electronic Arts، وهدول بالقليل اللي أنا حضرتهم، وصار في كتير قصص حلوة كتير فرجونا إياهم ما كنا شايفينهم خلال E3. أنا والصديق العزيز Oxmosis عملنا مثل فقرة تناقشنا مع بعض على Gamescom، حطيت لكم رابط بالدسكريبشن إذا بدكم تشوفوها. هو النقاش طوله حوالي نص ساعة، يمكن يكون شوي تقيل للبعض منكم، بس فعلا فتنا بكل تفاصيل اللي سمعناه خلال Gamescom، وبالأخص ركزنا على البلاي ستيشن 4 لأنه بصراحة أنا كتير محمس، وهو أكس كمان كتير محمس على البلاي ستيشن 4، وبالأخص اللي قالوه وذكروه خلال البرس إيفنت تبعهم. فالعرض الصحفي هذا كان كتير حلو، كان لمدة ساعة اليوم حسب توقيت لوس أنجلوس، كان من 10 الصبح لل 11 الصبح. يمكن كان يكون عندكم بالمساوات حوالي ال 11 المساء أو 10 ونص المساء، كان حسب توقيت الإمارات. بس كان فعلا كتير حلو، وموجود الفيديو أونلاين إذا بدكم ترجعوا تشوفوه. بس مثل ما قلت لكم أنا وأكس عملنا حديث، وعنا عملنا لكم اختصار مفيد لكل شيء اللي صار بهذا الحدث. من أهم الشيء اللي ذكروه هو إنه البلاي ستيشن 4 رح تكون موجودة بالعالم وبالعالم كلياته، وبأخص بالعالم العربي بحوالي يمكن 29 نوفمبر رح تكون موجودة البلاي ستيشن 4 الجديدة على السعر اللي كانوا مخبريننا إياها، واللي هو $399. هذا أو حوالي إذا بدي أعمل لكم إياها بالدرهم حوالي 1500 درهم تقريبا، الدرهم إماراتي أكيد، اللي بتنزل الجديدة بنوفمبر 29. هذا التاريخ حطوه عندكم، كان الجميع كان متوقع أنه البلاي ستيشن 4 بتنزل بديسمبر، بس انبسطنا انه حتنزل بنوفمبر، وهذا بيكون وقت اقرب لنا لحتى نحن نحاولها. وحسب ما قالوا خلال العرض حوالي المليون شخص عامل بري اوردر للبلاي ستيشن 4.
هذا رقم كثير هائل, وخصوصا للكونسول بعد ما نزل, وباهميه البلاي ستيشن 4 انا بتوقع كمان انه حينعمل بري اوردر اكثر بكثير. بدي اياكم انتم تخبروني انتم عملتوا بري اوردر للبلاي ستيشن 4, هل بدكم تلعبوا بلاي ستيشن 4 اكثر ولا اكس بوكس 1, اي كونسول انتم مشجعين عليه اكثر. انا بصراحه مبسوط بالبلاي ستيشن نفسيا, لانه اللي قدموه من اول الطريق عم بيقولوا انه بدهم يهينوا الجيمينج للناس كلياتها, ما حيعملوا ريستريكشن, ما حيخلوكم تكونوا دائما كونكتد اونلاين, بينما مايكروسوفت مثل ما يمكن الاكثرين منا بيعرفوا حاولوا يعملوا ريستريكشن ويمنعوا ناس عايشين ببلاد معينه يقدروا يلعبوا العاب غيرهم, او حتى يلعبوا نفس الالعاب اللي نحن عم نلعبها, بس اضطروا هن يلغوا هذا الموضوع ويراجعوا عن على اللي قالوه, لانه اتضح انه الناس مبسوطين اكثر بفكره بلاي ستيشن والحريه لكل شيء بالكونسول. فهذه كانت حركه كتير حلوه من بلاي ستيشن وبعدهم عم يشددوا عليها. فاهم شيء كان عرضوه اليوم هو مثل ما قلت لكم جابوا سيت كتير العاب جديده, انديز اندي ديفلوبرز هول كتير عم يشجعون سوني, و 29 نوفمبر رح تكون البلاي ستيشن ان شاء الله بين ايدينا لحتى نجربها ونصير نعمل مراجعات ونلعبها كلياتها نحكي عنها ونشوف شو اللي نحن عم نمرق فيه كاكسبيرينس من خلالها. في عنا كمان قبل ما سكر معكم, في عنا صديق كان طالب مني انه اعمل مراجعات او اعطيكم فكرة عامة على الالعاب اللي انا عم بلعبها بالوقت الحالي. انا بوعدكم هيدا كله رح يرجع خلال فقرة اليوميات اللي رح كمل فيها بكرة. هيدا الفيديو رح اعتبره من اول فيديو لليوميات, بكرة بنرجع نكمل عليها. بدي اخبركم عن الالعاب اللي لعبتهم بالشهرين الماضوا لحتى اعرف انتم شو رأيكم فيها, واذا ما انتم في كم لعبة بدي انصحكم تلعبوها اذا ما مجربينها, لانه فعلا عم بينزل كتير جيمز بهالفترة وبدي انصحكم فيهم. اكيد مثل العاده اتركوا لي تعليقاتكم, خبروني شو بدكم ياني انا اخبركم, اي لعبه بدكم ياني اعمل لكم اياها مراجعه, اتركوا لي تعليقاتكم, خبروني شو عم بيخطر ببالكم اي شيء, او بس هيك خلينا نبعث سلامات لبعض وهذا بكون احلى شيء انا عندي. فاكيد اعملوا لنا لايك سبسكرايب, شجعونا دائما لحتى نضل احنا نضل على الصراط, لحتى نضل مع بعض باتجاه واحد دائما نحكي عن عالم الفيديو جيمز بالطريقه اللي احنا بنحبها. فان شاء الله بكره بشوفكم مع فكره جديده من اليوميات.